تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول، حيث أدى القسم كل من السفير المعين لدى المغرب عبد الله الغريري، والسفير المعين لدى نيوزيلندا عبد الرحمن السحباني، والسفير المعين لدى أذربيجان الدكتور حمد بن خضير، والسفير المعين لدى البيرو وليد مقيم، والسفير المعين لدى غينيا الدكتور حسين الدخيل الله، والسفير المعين لدى لبنان وليد بخاري، والسفير المعين لدى سلطنة بروناي عماد المهنا، والسفير المعين لدى نيبال الدكتور مساعد المرواني، والسفير المعين لدى الجزائر عبد العزيز العمريني، والسفير المعين لدى إريتريا صقر القرشي، والسفير المعين لدى الجابون عبد الرحمن الدهاس. كما تشرف سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى استراليا مساعد أسليم والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته. حضر أداء القسم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.